نيجي نبص كده على الليفلز بتاعه هذه الاوبننجز او هذه الفتحات، هنجد ان كل واحده جنبها رقم بتاعها، عندنا 8 10 و 12 كلها طبعا ثوراسيك فيرتبري او كلها فقرات ظهريه. فين عبال ما بوصل لللمبر فيرتبري وتبدا الكروره تظهر، يعني انت هنا مثلا دي اسمها بص كده دي كده اسمها ال1 اللي هي الايه اللمبر فيرتبري او اول فقره لمبر اللي هي بيبقى عندها اللي هي الكروره. فوق بقى اللمبر فيرتبري في بقى كلها ثوراسيك فيرتبري خلاص كده، فالاوبننجز كلها تعتبر فوق، واخد بالك، فوق اللمبر فيرتبري كلها تعتبر عند الايه الثوراسيك فيرتبري. طيب اما نيجي نشوف كده الايه الترتيب بتاعهم 8 و10 و12، يعني دي في نفس الليفل بتاع الثوراسيك فيرتبري، الثوراسيك فيرتبري رقم 8 ودي الثوراسيك فيرتبري رقم 10 ودي الثوراسيك فيرتبري رقم 12. طب ايه الدليل؟ اهو الدليل يا عم الحاج، جبنا الفيرتبرا الكولن، جبنا الثوراسيك فيرتبري 8 و10 و12 وكل واحده ترتبت الانفيرو فينا كافا عند تي 8 والاسوفيجاس عند تي 10 والاورتا عند تي 12. طيب احنا كده رتبنا الاوبننجز او رتبنا فتحات من فوق لتحت، يعني مين اللي عند 8 ومين اللي عند 10 ومين عند 12. قلنا الاول واحده اللي تعتبر فوق خالص اللي هي الكيبه دي 8 عند ليفل 8، وبعدين الاسوفيجيال عند 10، وبعدين الاورتك عند 12. طيب لما نيجي نحب نرتبهم بقى ميديال ولاترال، هنجد ان الاورتك اوبننج اللي هي بتبقى عند الميديان اركويت ليجمنت دي بتبقى في النص بالظبط، دي المركزيه الميديان اللي هي ما بين الرايت كراس والليفت كراس. طيب ناحيه الليفت بقى ده الليفت كراس، ناحيه الليفت هنجد الاسوفيجيال، يبقى الاسوفيجيال اوبننج بتبقى ليفت مقارنه بالايه الاورتك اوبننج، والكيفا الانفيريور فينا كافا دي بتبقى ناحيه الرايت بالنسبه للاورتك اوبننج. يبقى انا كده مثبت عندي ايه؟ مثبت عندي ال ان في النص الاورتك دي في النص. طيب خلاص كده، طيب ناحيه الرايت الانفيريور، يبقى ناحيه الرايت الانفيريور. طب ناحيه الليفت اوسوفيجيال، اوسوفيجيال اوبننج خلاص كده هبدا، خد بالك اي حاجه خلاص كده. يبقى ناحيه الرايت الايه الانفيرو فينا كافا وناحيه الليفت الايه الاوسوفيجاس خلاص كده. طب ومين الميديان اللي في النص؟ الايه الاوبننج بتاعه الايه الاورتا. يبقى انا هنا محتاج ان انا ابص بالمنظر ده او بالشكل ده عشان ارتب الاستراكشرز من حيث مين فوق ومين تحت، ماشي، ومحتاج ان انا ابص بالايه من المنظر ده عشان اعرف الايه مين اللي ناحيه يمين ومين ناحيه الشمال. زي ما قلنا الاورتك ده بيبقى في النص، وهنا ناحيه الايه الايه الرايت الانفيرو فينا كافا وناحيه الليفت الايه الاسوفيجيال ايه اوبننج. في طبعا في جامعات بتعتبر انه انت في الاوبننجز او في الفتحه انا عارف انه المين ستراكشر او العضو الاساسي اللي بيعدي في الكيبل اوبننج هو الانفيرو فينا كافا، وان العضو الاساسي اللي بيعدي في الاسوفيجيال اوبننج هو الاسوفيجاس، وانه في الاورتك اوبننج هو الاورتا، عشان كده كل اوبننج خدت اسم المين ستراكشر اللي بيعدي فيها. انما ده ما يمنعش انه في احنا هنبدا ان احنا ناخد ايه بعض الاستراكشرز الثانيه، نبدا ان احنا ناخد بعض الايه الاستراكشرز الايه الثانيه اللي هي بتعدي من هذه الاوبننجز او هذه الايه الفتحات. يمكن يا شباب زي ما احنا شايفين ادي رسمه ثانيه بتوضح الايه، طبعا زي ما احنا شايفين ده الايه الدافرام، عضله الايه الدافرام، في عندنا هنا الاوبننج الثلاثه هم الايه الاسوفيجيال اوبننج، وفي عندنا هنا ادي الاورتيك اوبننج، وفي عندنا كمان هنا ادي الكيفال اوبننج خلاص كده. طيب الاوسوفيجيال اوبننج في الحقيقه ممكن يكون بينزل مع يعني الاسوفيجاس في نيرفين كده بنسميهم الايه الفيجاي نيرفز خلاص كده، بتبقى الايه الفيجاس نيرف بيبدا ان هو ينزل او بينزل في الاوبننج، وبحقيقه بيدي نيرف سبلاي للاسوفيجاس والنيرف سبلاي للاستومك، عشان كده ممكن تلاقي في بعض الكتب بتسميهم الانتيريور والبوستيريور جاستريك نيرفس، اللي هي نيرفس بتبقى نازله مع الاسوفيجاس، وبتبقى كلها طبعا عارفين بعد الاسوفيجاس انا ببقى مع الاستومك، فانا بنزل هنا نيرفات بتبدا ان هي تدي نيرف سبلاي للاستومك بنسميها الانتيريور والبوستيريور جاستريك نيرفس، ودي بتبقى كونتينيويشن او بتبقى استمراريه لنيرف تاني يسمى الفيجاس نيرف. ممكن اذا جت فرصه يعني اجيب لك صوره للفيجاي، لان هي في صور كتير مشهوره قوي للانتيرو بوستيرو جاستريك نيرفس، انما انا جايب الصوره دي تحديدا لحاجه ثانيه او لغرض ثاني اللي هو الايه الاوبننج بتاعه الاورطه. الاوبننج بتاعه الاورطه نجد هنا في عندنا اللي هي انت شايف انت القناه الخضراء ديت خلاص كده، خليني كده نعلم على الاورطه بس، واخد بالك الايه الاورتك هيتس او الاورتك، فيها الناس بتسميها هيتس، في ناس بتسميها اوبننج، في ناس بتسميها ابيرتشر، واخد بالك الاورتك هيتس. هتجد هنا في الجزء ده اللي هو يعتبر بدايه الايه الثراسيك دكت اللي لونها اخضر دي خلاص كده، الثراسيك دكت بتبدا ان هي تخش الفوركس من خلال الاورتيك اوبننج.